مرحب بحضرتك معانا في اليوم السابع دكتوره جيهان عسكر، وحابين حضرتك تكلمينا على دوركم النهارده. اهلا بيكم. احنا النهارده عندنا يوم جميل، يعني بصراحه حاسه ان هو مهرجان. الشباب زي ما حضرتك شايفه كده، التبرع، حمله التبرع بالدم للتحالف الوطني. طبعا معانا كذا جمعيه، الاورمان، صناع الحياه. بصراحه اللي لفت نظري ان كل المتبرعين معظمهم 90% من الشباب، ده عشان الشعب الفلسطيني ضد العدوان الغاشم. اتفضل يا دكتور. هشام الصبار، التحالف الوطني للعمل الاهلي، واحنا النهارده موجودين علشان ندعم اهالينا في فلسطين بالتبرع بالدم للضحايا المصابين ولاهالينا في فلسطين. جدا من الاهتمام والاهميه. شايفه كمان الفتاه الشراويه متصدره الموقف، وكلمنا حضرتك برضو انتم مستهدفين كام كيس من الحمله؟ خليني اقول لحضرتك ان بدايه اليوم حتى قبل ان تاتي السياره المجهزه للتبرع بالدم، كانت الفتيات هم اول من حضر. اكثر المشاركين اليوم هم الفتيات اللي كانوا حريصين على ان تبدا بهم الحمله. كلنا موجودين مع بعض، زملائنا في تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين حريصين على التواجد اليوم، وكنا حريصين ان نكون اول من نتبرع بدمائنا للشعب الفلسطيني الابي.